هنبدأ مع بعض النهاردة نراجع على التوتال انترنال ريفليكشن. التوتال انترنال ريفليكشن ده احنا هنراجع بس على القوانين بتاعته ونحل عليه. طيب ايه هو التوتال انترنال ريفليكشن ده؟ احنا اتفقنا مع بعض قبل كده لو انا دلوقتي كان عندي سبريتنج سيرفيس او عندي تو ديفرنت ميديم، واحد منهم كان اوبتيكالي دنسر ميديم والتاني كان اوبتيكال ريرر ميديم، يعني ميديم دنسر زي مثلا الووتر وميديم تاني ريرر زي الايه الاير. تمام. لو انا دلوقتي كان عندي ده نورمال لاين، فاللايت كان مشي على النورمال لاين هنا ساعتها، تمام، يبقى انا دلوقتي عندي هنا الفاي 1 الانجل بتوين النورمال اند ذا لايت راي الفاي 1 ايكوال 0 والسيتا 1 كمان هتبقى بايه بزيرو، يعني اللايت راي هيترافل جوه الرير ميديم وزود اني ريفراكشن، فسيتا 1 هنا ايكوال كام؟ سيتا 1 ايكوال 0. طب لو انا زودت الفاي شويه، لو خليت الانجل بتاعتي دي يعني الفاي تزيد شويه بدل ما زيرو، شوف النورمال لاين اهو. اول حاجه بنعملها النورمال لاين، لان انا بقيس اي انجل عندي من النورمال، شايف دي الفاي اهي اللي هي نفسها دي حرف زد، فده الفاي. هنا الانجل دي مالها؟ انا دلوقتي بتحرك من الدنسر للرير، فاحنا بنتحرك من اوبتيكال دنسر ميديم للرير ميديم، يبقى اول حاجه اللي بيحصل ان السبيد وانا رايح للميديم الرير السبيد انكريز والويف لينث انكريز والانجل كمان انكريز، يعني هيبعد عن النورمال لاين، يعني يحصل له ريفراكشن اواي فروم ذا نورمال لاين، فالسيتا هنا تبقى اكبر جريتر ذان الايه الفاي. تمام. في الاول خالص كان عندي اللايت راي بيعدي وزود اني ريفراكشن، طيب هنا حصل الريفراكشن بانجل سيتا اكبر كانت من الفاي لان هو اتحرك للايه للاوبتيكال ريرر ميديان. طيب لو انا دلوقتي كان عندي اللايت راي هنا زودنا الفاي شويه اهي، ايه اللي هيحصل بقى ساعتها؟ قال لي هيحصل ريفراكشن برضو. الريفراكشن ده ازاي؟ قال لي لايت هيبعد عن مين؟ عن النورمال لاين. طب هنا لو كانت الفاي دي زادت، يعني الفاي دي مثلا كانت 40 دي مثلا 50، يبقى الانجل فاي زادت، ايه اللي بيحصل للسيتا؟ هتزيد برضو. تمام. يبقى الانجل سيتا دي يعني دي سيتا 1 فاي 1 دي سيتا 2 دي فاي 2. انا لا متوقع لما الفاي 2 زادت ايه اللي حصل للسيتا؟ برضو زادت، صح كده؟ طيب ليه؟ لان احنا كان عندنا قانون كده بيقول لي ايه، بيقول لي ان الايه ان الريلاتيف ريفراكتيف اندكس فروم ميديم 1 تو 2 ايكوال ساين فاي اوفر ساين ثيتا ايكوال ايه تاني؟ ها مين شاطر يقول لي؟ كان في قانون كبير قوي كده، السبيد اوف لايت ان ذا فيرست ميديم تو ذا سبيد اوف لايت ان ذا سكند ميديم، هي كلها كانت ريشيو كلها ايكوال بعضيها، ايكوال الويف لينث اوف ذا لايت راي فروم in the first medium over the wavelength of the light ray in the second medium equal مين تاني؟ الريفراكتيف اندكس للميديم 2 over refractive index للميديم 1. كل الريشيو دي مالها كانت ايه؟ كانت constant for the two medium، يعني الريشيو دي مش بتتغير للتو ميديم دول for the two medium. بمعنى ايه الكلام ده؟ بمعنى ان ده رقم كونستنت مش بيتغير، فلما ازود عندي الانجل فاي السيتا لازم تزيد علشان الريشيو دي لازم تبقى رقم ايه كونستنت دايما. يعني مثلا هديك ارقام كده، مثلا لو انا مثلا دلوقتي عندي دي 0.1 على 0.2 فدي تطلع بكام؟ 1 اوفر 2. طب لو رحت انا شايف الريشيو دي لازم ما ينفعش تتغير، طب لو انا رحت زودت اللي فوق خليتها مثلا ايه 0.2 لازم انا ازود اللي تحت اخليها 0.4 برضه بايه؟ بهاف هنا، صح؟ هنا ايه؟ عندي كمان لو انا زودت اللي فوق تاني خليته مثلا 0.4 اللي تحت يزيد يبقى 0.8 علشان يحصل ايه؟ علشان يبقى دايما، يبقى انا لما بزود اللي فوق محتاج ازود اللي تحت عشان تبقى الريشيو دي دايما ايه؟ ايكوال هاف، صح؟ طيب يبقى من هنا كده عرفت ان الايه؟ ان ده كده لما الانجل دي انكريز دي برضه انكريز، صح؟ بس دايما السيتا محافظه ان هي تبقى اكبر من الفاي، يعني حتى لو الفاي زادت مثلا هنا 40 بقت 50 الانجل دي هتبقى 60 مثلا، دي تبقى ايه اكبر من، يعني هتزيد عن 60 برضه، تمام، بس اهم حاجه تبقى اكبر من الايه من الفاي. تمام كده. طيب لو انت ما فهمتش الحته دي مش مهم قوي، بس اهم حاجه تبقى انت فاهم ان انا لما بتحرك من الدنسر للريرر
الانجل سيتا هتبقى اكبر من الفاي. حلو كده. طيب اجي بقى عند انجل معينه، لما بيجي يقول لك ايه بقى، by increasing the angle of incidence of light gradually، يبقى انا عمال ازود الايه الفاي، هوصل لسيرتن انجل بنسميها الايه الكريتيكال انجل. يعني ايه الكريتيكال انجل دي بقى؟ شوف كده اللايت راي كل ما تيجي ايه تزود له الفاي بتاعته بيحصل ايه هنا؟ اللايت راي بيبعد اكتر عن النورمال، فهنا هيبعد اكتر عن ده النورمال اهو. شوف هنا النورمال اهو، اللايت بيبعد عنه بشويه، هنا هنا الديفيجن اوف لايت هنا اكبر من اللي قبل كده، فبالتالي السيتا كانت بتزيد. هنا بقى السيتا هتزيد لحد امتى؟ لحد ما توصل لانجل كده اسمها ايه؟ اكبر انجل عندنا في الريفراكشن اللي هي سيتا 2 تبقى كام على طول؟ تبقى ب 90. لما يبقى عندي الريفراكشن بانجل هنا اسمها 90، على طول نسمي الانجل دي اسمها ايه؟ كريتيكال انجل. يبقى دي نسميها ايه؟ كريتيكال انجل. تمام كده؟ يبقى انا دلوقتي عندي الفاي دي لما بتزيد ايه اللي بيحصل للسيتا؟ هتزيد لحد قد ايه؟ لحد ما اوصل لانجل اسمها الايه؟ الماكسيمم انجل اوف ريفراكشن اللي هي الايه؟ ال 90. كل كيس من دي بيحصل ايه؟ بيحصل حاجتين بالظبط، اللايت بيحصل له ريفراكشن واللايت كمان بيحصل له ايه؟ ريفليكشن. بس الريفليكشن هنا بيبقى بنسبه صغيره خالص، يعني هتلاقي ان اللايت هنا حصل له ايه؟ ريفليكشن بنفس الانجل دي، هنا برضه حصل له ريفليكشن بنفس الانجل دي، هنا برضه حصل له ايه؟ ريفليكشن بنفس الانجل دي. يعني الانجل طبعا دي مش قد دي، انا بتكلم ان هنا مثلا هتبقى قد هنا وهنا تبقى قد هنا، لان في ريفليكشن الانجل اوف انستنس ايكوال الانجل اوف ريفليكشن. تمام كده؟ الانجل اوف انسيدنس ايكوال الانجل اوف ريفليكشن. يبقى هنا اللايت بيحصل له حاجتين مع بعض، بيحصل له هنا ريفراكشن وبيحصل له كمان ايه ريفليكشن. بيجي بقى عند ايه سيرتن انجل بيبقى الانجل اوف ريفراكشن اكبر حاجه هي 90. تمام؟ يعني انا ممكن خلي بالك في مسائل كده زي ما احنا شفنا مع بعض، يجي يقعد يقول لي مثلا ايه، انا مديك الفاي سي ويقعد يقول لي الان تبع، انا عايز ماكسيمم الماكسيمم انجل اوف ريفراكشن. طبعا انا ايه مش هفكر، دي مش محتاجه اي كالكوليشن، على طول هتبقى السي دي بتاعته ب 90 لان دي اكبر انجل اوف ريفراكشن. تمام؟ طبعا اصغر انجل اوف ريفراكشن هتبقى بزيرو. تمام؟ اول بقى ما اجي بعدي، ما باجي بعدي بقى الايه اللايت لما بزود له الفاي عن الايه عن الكريتيكال، يعني ابعد مثلا هنا، يحصل ايه؟ شايف الانجل دي بقت مين؟ اكبر من الكريتيكال. شايف الانجل دي بقت هي دي، هي دي بالظبط، دي الانجل دي ايكوال دي كلها. تمام؟ فبقت الانجل هنا اكبر من انا عديت الكريتيكال كده، فيحصل حاجه اسمها توتال انترنال توتال انترنال ريفليكشن. اللايت هنا حصل له ايه؟ كله بقى بيحصل له ريفليكشن. يبقى انا كل ما هزود الفاي السيتا هتزيد، اللايت هيبعد اكتر عن النورمال. يجي عند نقطة يعني انجل معينة هنا بنسميها سيرتن انجل بنسميها الكريتيكال انجل، بيبقى عندها سيتا اكبر حاجة اللي هي 90. لو انا زودت عن الكريتيكال دي يبقى ساعتها يحصل توتال انترنال ريفليكشن. يبقى انا دلوقتي عندي 3 كيسز دلوقتي، اللي هما ايه؟ لو انا عندي الفاي ايكوال زيرو يبقى ساعتها السيتا ايكوال زيرو، اللي هو الايه؟ اول حاجة دي. طيب دي خلصنا منها، دي كده اول حاجة. تاني حاجة، لو الفاي اقل من الايه من الكريتيكال انجل بيحصل عندي ايه ساعتها؟ بيحصل ريفراكشن. يعني بارت اوف لايت بيحصل له ريفراكشن والبارت الثاني هيحصل له ايه ريفليكشن. يعني ممكن نقول ريفراكشن اند ايه ريفليكشن، بس طبعا احنا بنهتم اكتر بمين؟ بالريفراكشن هنا لو احنا بنتعامل مع الريفراكشن، صح؟ انما احيانا في مسائل عادي يبقى فيها مين؟ يبقى فيها ان يقول لك ايه بارت اوف لايت يعني حصل له ريفراكشن والريفليكشن، واحنا نعمل بقى مساله على الحته دي. طبعا بتبقى مساله سهله. تمام؟ فهنشوف مع بعض الكلام ده في الاسئله. رقم 3، لما تبقى الفاي عندي قد بالظبط الكريتيكال انجل بيبقى عندي ايه ساعتها؟ بيبقى عندي برضه ريفراكشن، بس ده هنسميه بقى ايه؟ ايه رايكم نسميه المره دي بقى هنا؟ نسميه ماكسيمم ايه؟ ريفراكشن. اكبر ريفراكشن، لان السيتا عنده تبقى بكام؟ برافو عليك ال 90 ده. تمام؟ طيب وساعتها برضو كمان بيحصل ايه؟ ريفليكشن. طيب بس خلي بالك بقى، لما تيجي عند رقم 4 اللي هي لما تبقى الفاي جريتر زان الفاي سي، يحصل ايه ساعتها بقى؟ ايوه برافو عليك كده، زي ما انا سمعت بيحصل اللايت مفيش حاجه اسمها ايه؟ ريفليكشن بقى، خلاص بقى كل اللايت هيحصل له ايه؟ توتال انترنال ريفليكشن.
تمام كده. ده كده الكيسز اللي عندنا دلوقتي اللي احنا خدناها من هنا. طيب حلو قوي. طب بعد كده هنقول ايه بقى؟ تعال نقول القوانين مع بعض. فاكر كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول اول حاجة ان اللايت هنا بيكون الفاي هنا صغيرة، يعني كريفراكشن، يعني الفاي هنا صغيرة اما السيتا رقم كبير، صح؟ وكنا نقول كمان يعني الفاي هنا صغيرة والسيتا هنا رقم كبير. ولما نيجي نتكلم عن السبيد، السبيد في الدنسر ميديم بتكون سبيد صغيرة، في 1 صغيرة، انما الفي في الريرر ميديم اللايت بياخد راحته بقى في الريرر، بيجري براحته لان الميديم بيبقى خفيف زي الاير بالظبط كده، تمام؟ هنا نفس الكلام، الويف لينس برضه بيبقى صغير هنا ويجي هنا برضه في الايه، في الريرر ميديم بيبقى ويف لينس كبير، تمام؟ نيجي كمان برضه لما نيجي نتكلم عن مين، بس الفريكونسي بيبقى ثابت. برافو عليك، اللي قال الفريكونسي ثابت ده شاطر جدا. ده الفريكونسي بيكون ايه؟ بيكون كونستنت. طيب حلو قوي. يبقى الفاي الانجل انكريز، السبيد انكريز، الويفلنس انكريز، تمام؟ الفريكونسي بيفضل ايه؟ كونستانت، مش بيتغير. طب ايه تاني برضه بيحصل له تشين؟ اكيد طبعا الايه؟ الديف تو ديف، دول تو ديفرنت ميديم. فالايه؟ فالدنسر ميديم بيبقى عنده ريفراكتيف اندكس كبير جدا، هنسميه ان 1. فالان 1 دايما رقم كبير لان هو بيتحرك من الدنسر للريرر ميديم. هنا بقى بتروح للايه؟ للان الريرر، اللي هي الان بتكون ايه؟ المره دي هنا بقى بتبقى صغيره. يبقى كل حاجه بتنكريز ما عدا الايه، لو انا بتحرك للرير ميديم الريفراكتيف اندكس بتاعته بتبقى ايه؟ صغيره. فكل حاجه بيحصل لها انكريز من الثلاثه دول، من سواء الانجل او الايه، او السبيد او الويفلنس، اما الريفراكتيف اندكس ديكريز. وهنا بقى نقدر نحط القانون بتاعنا اللي هو بيقول ايه، لو انا دلوقتي بقول لك هنا ايه، ساين فاي 1 على ساين ثيتا 1 ايكوال ساين فاي 2 على ساين ثيتا 2، لان الريشيو دي كلها مالها رقم ايه؟ كونستنت في الاخر، صح كده؟ فخلي بالك بقى دلوقتي وانا بحسب الكريتيكال انجل، يبقى اقول ساين فاي سي على ساين 90، انا اعتبر الفاي دي هنا هي فاي سي، والسيتا قصادها على طول هتبقى ب 90. حلو، هقول ايكوال مين؟ ايكوال كل الكلام ده اللي انت شايفه ده، يعني ايكوال الريلاتيف ريفراكتيف اندكس. بس اهم قانون اللي انت هتلاقيه دايما، هتلاقي ان هو ايه، دايما عامل ده مع ده، فيقول لك ان الكريتيكال انجل ايكوال ان 2 اوفر الان 1. شايف انت الان 1 انا قايل لك ان هي كبيره، دي دنسر ميديم فوق ايه؟ ريرر ميديم، تمام؟ طيب هنا بقى شوف السبيد، السبيد برضو بتكون ايه؟ الصغيره فوق في 1 على في 2، تمام؟ برضو نفس الكلام بقى وانت بتعمل مين؟ وانت بتشوف الويف لينس، فالويف لينس هنا الصغير وهنا الويف لينس الايه؟ الكبير تحت، تمام كده؟ طيب كل الكلام ده ايه؟ خلي بالك لازم الصغير يكون هو اللي فوق والكبير اللي تحت. بالأمارة حتى الكريتيكال هنا كانت ايه؟ شوف هي انجل عاديه، فاي عاديه، بس السيتا 90، هل الفاي اكبر من السيتا؟ لا طبعا، الفاي اقل من السيتا، فالفاي اقل من السيتا، والريشيو دي كلها ايكوال بعض، فلازم يبقى فوق الصغير ولا تحت الكبير. وانت هتلاقي ان انا هنا من الكلام اللي انا لسه قايله ده هتلاقي ان هو بيتطبق هنا بالظبط، ال N2 رقم صغير، N1 كبير، تمام قوي. يبقى انا دلوقتي ده قانون الريفراكشن العادي اللي حصل هنا دلوقتي، اللي انا بطبقه دلوقتي هنا ايه؟ ده ريفراكشن. هتلاقي ان انا ايه؟ باخد من القانون ده وبقى ايه؟ وبخش في سبيشال كيس ثانيه بتاعت الكريتيكال. طب كل الكلام ده تمام، يبقى انا دايما عشان طب ايكوال كمان مين؟ ينفع اقول ساين فاي على ساين ثيتا؟ اه ينفع اقول ساين فاي على ساين ثيتا، لان فوق ساين فاي 1 على ساين ثيتا 1 هي نفسها ساين فاي 2 على ساين ثيتا 2 هي نفسها ساين فاي سي على ساين 90. المشكله بس اهم حاجه احط الانجل الصغير فوق والانجل الكبير تحت، لو اداني في دايما في المثال بيديني العكس، تمام؟ فتكير بقى ان انت تحط دايما الصغير فوق والكبير هو اللي ايه؟ هو اللي تحت، تمام كده؟ طبعا دي بايه؟ دي ب 1. فواحد اي هيقول لي ان انا لما اجي احسب الكريتيكال انجل دي يعني فاحسبها ازاي بقى؟ اقول ان 2 اوفر ان 1، تمام؟ بس الان 1 تحت، اللي تحت دايما بيبقى هو الكبير واللي فوق الصغير. ركز، السبيد هنا الصغير فوق والكبير تحت، او الويف لينث لامدا 1 على لامدا 2 هنا ساين فاي اوفر ساين سيتا. طيب يبقى دي قانون الكريتيكال انجل، تمام؟ طب كمان ايكوال للريلاتيف ريفراكتيف اندكس. اه ايك، شوف مش احنا قلنا مع بعض ان الريلاتيف ريفراكتيف اندكس ايكوال كل الكلام ده؟ ماشي، ما احنا ده احنا كده خليناه هو الكريتيكال، لان احنا ايه؟
هو نفسه الريلاتيف ريفراكتيف اندكس برضه، بس تكير برضه ان الريلاتيف ريفراكتيف اندكس ده احيانا يبقى جريتر ذان 1 واحيانا يبقى ليس ذان 1. انا هاخد اللي هو ايه، لو ادوني جريتر ذان 1 اقلبه، لازم اخد الايه ان 2 على ان 1، لازم تبقى ليش صغيره، عشان لما اجي اقول مثلا ايه ساين فاي سي، اصلا هي الساين فاي طول عمرها ايه بتوين الزيرو وال1، فما ينفعش الرقم ده يبقى اكبر من ال1، ما ينفعش اي ريشيو هعملها ايكوال ايه. طبعا انا مش بعمل ايه، انا بقول الساين فاي سي ايكوال اي حاجه من دول على حسب اللي موجود في المساله. فما ساين الفاي عشان اقول اعرف مثلا اجيب الانجل دي نفسها، هقول ساين انفرس الحاجه الثانيه، يعني انا لو معايا ان 2 معايا ان 1 هعوض بيهم اجيب رقم، وساين فاي سي ايكوال الرقم ده. لما اجي اجيب الفاي سي نفسها اقول شيفت ساين الرقم، جميل، او ساين انفرس الرقم، فساعتها الفاي سي هنا مالها، لازما اصلا لما اجي اقول ساين فاي ايكوال رقم لازم يبقى النمبر ده يبقى ماله، يبقى بتوين الزيرو وال1، لان ده الايه، لان احنا عارفين كده من الايه، من الماث، صح؟ طيب دي كده اول حاجه، يبقى احنا كده فهمنا الايه الجزئيه الاولانيه دي. طب لو انا مثلا بتعامل مع اللايت مثلا ويز اير، يعني انا لو كان الرير ميديم ده كان ايه، كان عباره عن هو الاير بالظبط كده، برافو عليك. فالفاي سي على طول قانونها هيبقى حاجه سهله، الان 2 انا عارف هتبقى ايه ان اير، فالان اير اصلا بكام؟ ب1، والان 1 هو الان بتاع الميديم الاولاني اللي هو مش هيبقى غير، يعني مش عندك غيره في المساله، تمام؟ فساين فاي سي 1 على ان ايكوال السبيد اوف، السبيد اوف لايت في الفيرست ميديم اللي هو في الدنسر عادي فيه. طب السبيد اوف لايت في الاير بقى، احنا كنا عارفين ان هو سي 3 تايمز 10 باور 8، هو هيدولك طبعا في السؤال، تمام؟ ما بنحفظش حاجه، هديك الرقم النمبر بتاع السي، تمام؟ لان هو ايه كونستنت، صح؟ ويف لينث 1 على ويف لينث 2، طبعا كل الكلام برضو ايه، ما فيش اي في اي مشكله. طيب ده بالنسبه للجزء الايه الاول، دي القوانين بتاعه الايه الكريتيكال انجل، تمام؟